بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، أسعد الله مساءكم بكل خير. نرحب بكم من جديد أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء في انطلاقات هذه الفترة المسائية والشوط الخامس عشر الذي بدت فعالياته في هذه اللحظة وفي هذه المرحلة. نرحب بكل المشاهدين وكل المتابعين هنا في ميدان دستور في المرموم. انطلق الشوط الخامس عشر، معلن نجم آخر في هذه الرياضة في هذا اليوم في هذه المكرمة، مكرمة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. اقترب من البداية والمركز الأول وصدارة الشوط مع حشمة لعلي بن سلطان. المعاضيد هي من تتقدم الآن، مشارك من الأخوة القطريين هنا في انطلاقة هذا اليوم والأشقاء الجميع هنا في المنافسات والتحديات. المركز الثاني، المركز الثاني تقدمت الآن هذه مياس محمد بن عتيج بن سالم بن عرضي الحميري، والمركز الثالث وصول من قبل الظبي لمحمد بن سالم بن دري الفلاحي، بينما المركز الرابع هناك تواجد مشاهد الاعزاء شاهينية البخيت بن سعيد الشامسي، والمركز الخامس الخامسة حربة لمتعب بن طالب بن شريم المري، بينما المركز السابع هذا تقدم من خلال وجود شدايد لعلي بن محمد الكاظم المري، والمركز الثامن تقدمت شاهينية لأحمد بن محمد بن عوضي المنهالي، والمركز التاسع شعار مسلم بن نايد بالزفن العامري، والمركز العاشر هذه انطلقت الآن سهرة حربي بن حمد بن هيان العامري. هذه الأسماء أمامكم أيها الحبل الكريم مشاهدين الأعزاء من الأسماء في نخبة هذا المساء، هذه الانطلاقات والتحديات. ولكن أعود إلى المركز الأول مشاهدينا، مياسه من سارت بالمركز الأول في هذا الحماس، مياسه محمد بن عتيج بن سالم بن جعفر الآن في هذه اللحظة مع وجود شعلة محمد بن جعفر بن مرخان، لكن بن شريم مسيطر وحربة مسيطرة في المركز الأول، حربة لطالب بن شريم المري هو من يتواجد، متعب بن طالب بن شريم المري، ومركز الثاني محمد بن جعفر بن مرخان، ولكن بن شريم هنا مع حربة الشوط، قاد الشوط في المسار مع الكيلو الأخير وانتزع المركز الأول. هذه حربة، تهانينا والناموس لمتعب بن طالب بن شريم المري على هذا الفوز، تهانينا. المركز الثاني في هذه اللحظات لسعيد بن سلطان بن مرخان، تأتي في المركز الثاني، المركز الثالث لمحمد بن جعفر بن مرخان، المركز الرابع مشاهدينا الكرام لراشد بن سالم العمري، بينما المركز الخامس هناك تقدم من خلال هذه اللحظة، ولكن هجوم مبكر على الشوط في لحظاته الختامية، بينما نعود إلى حربة ولحظة الوصول إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس لمتعب بن طالب بن شريم المري في 4 دقائق 27 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز وهذا الانطلاق وهذه حربة أمامكم على شاشة التلفزيون، تهانينا. وعلى رأس الحربة متعب بن طالب بن شريم المري، بينما وصلت في المركز الثاني وفاجأتنا اللي هي بدايع لسعيد بن سلطان.